إذا شرطت المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها، فهل هذا شرط صحيح؟ أي نعم، لا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فلها الخيار أن تبقى ولا تفسخ، هذا شرط صحيح، لأنها ما تريد المشاركة والضرة في ذلك، عليها ضرر ومضايقة، فلها أن تشترط هذا، لكن هذا لا يلزم الزوج ولا يمنعه من الزواج، يتزوج، فإذا تزوج فهي بالخيار، إن شاءت تبقى وإن شاءت تفسخ. نعم.